تعالى بقى دوله بقى. ايه اللي حصل يا ده رمزي؟ يا عم المعزه اللي انت جايبها لي دي في البازار يا دوله مجنناني خالص يا عم، ساعه جنبيها ومش عايزه تبيض. يا هبل مستني تبيض يا هبل. ايوه يا دول. ايوه يا دوله. ايه يا دي مقله صغيره يالا ما بتبيضش يالا. يا عم صغيره ايه يا عم، دي بتمقمق. طب ما انت بتنهق، معنى كده ان انت بتبيض؟ اه صح يا دوله. خلاص يا جماعه انا خلصت الطبيخ كله وخلصت الخروف واستوى. سيبيلي الجناحات بقى يا رنا. جناحاتي يا عبيط، ده خروف، هو الخروف عنده جناحات؟ هنسيب لك القوانص. رانيا انت مش خلصتي؟ تعالي خدي مني الرحاله دي شويه، دراعاتي وجعتني. يا قليله الادب بقى، مش معقول كده، انت مش عارفه تنقطي نقطه لبن واحده بس، حرام عليكي. ايه ايه ما فيكيش لبن؟ حماتي حماتي بالراحه عجدي شويه سايسي عشان انت اسمك رانيا، تعالي مكاني شويه. نيفر ايفر سوري، انا اتفقت معاكي ان انا هطبخه بس. تطبخي ايه انت؟ مصدقه انك عملتي حاجه للخروف ده؟ انت حطاه قدامك وما لمستهوش، انت قاعده بتتفرجي عليه. يا جماعه ما ينفعش، انا شامم كده ريحه خناق. خناق خناق طبعا، ما انت مدلع مراتك لكن امك واختك مبهدلهم. يا ريت تسكتي بقى خالص وتحطي لسانتك في بقاتك ها، وخليكي في القربه المخمومه دي اللي انت معرفش بتعملي بيها ايه، ورانيا في الخروف اللي بتطبخه، وانا في المزرعه مش بتجيب لبن، وست زناب في الحرانيه اللي هي بتطبخها دي. على فكره انا مش هسكت، وهمسك البتاعه دي وارميها فوق. يا جماعه ما ينفعش، يا بنتكلم مع بعض وانا واقف، وبعدين انا مش هسكت بقى ولازم اتصرف. واضح ان ايه العصر ده مش نافعكم، انا هتصرف. خدني معاك يا دوله والنبي. لبيني بقى يا عم رجعي، انا تعبان تعبان. ارجع ارجع كمان. ارجع فين؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده اتزحلق في عصر الفراعنه. الزمن ده مش زمن، رحلتك عبر الازمنه هي اللي هتريحك. ورحله عبر الازمنه دي اركب لها ايه؟ اركب لها ساعه حيطه مثلا؟ لا، قانون الاستغناء والترفع عن كل ما هو حديث. ما حضرتك انا مترفع عن كل ما هو حديث لدرجه حضرتك ان انا بشرب الشاي على الفحم وبقعد استنى المعزه لما تحن عليا وتديني بقين لبن، وفي النهايه بتطلع جدي مش معزه. اترك عصر المعزه والفحمه ورجع بالزمن خطوتين لورا. طب الخطوتين اللي هرجعهم يمين ولا شمال؟ عشان حضرتك وانا راجع تهت في الطريق. تبقى مش شايف. ايوه طبعا مش شايف، اذا كان حضرتك راجع بظهري ولا في مرايه ولا فيه باب. عصر الحجر، عصر الرجل القوي المتين اللي صيحته كانت تهز نساء العالم. ايوه انا عايز العصر ابو صيحه اللي بتهز نساء العالم ده. حضرتك ايه ادواته بقى العصر ده؟ عندي وحدها لك بتخفيض يناسب العصر بتاعها. ايوه كده يا عم رجعي، ايوه رجعني بقى رجعني رجعني. ما تقلقش، المشوار ده انا مشيته قبلك وانت هتكمل المسيره. قصدك بقى هرجع المسيره. ايه ده؟ ايه ده؟
هدى انا بدي اديام اديام هيا هيا انا تعبان. ارجع ارجع. ارجع فين زياده عن كده؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده هرجع لعصر بقى مفيش حد فيه غيري. يعني ارجع وما يهمكش، ارجع ولا يهمك، استغنى عن كل حاجه هتعيش سعيد، واي اداه لاي عصر عندي حدها لك. ارجع واستغنى عن تكنولوجيا العصر. الو، البورصة عالت؟ ده حاجة فل قوي ومية مسا على العيون المدعمسة. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل عم راجح؟ لا ريح انت شوية، ارجع لغاية لما اشوف المكالمة بتاعت البورصة دي. ماشي شوف. ايه في ايه؟ الويندوز تقيل شوية. ده ويندوز حجري ولا ايه؟ بقولك ايه، معاك فلاشة؟ ايه الفلاشة دي؟ لا معيش حاجة. سي دي، اي بوت، اي حاجة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا معيش اي حاجة منهم، عايزهم ليه يعني؟ ايوه زبط لي الدش، انا عايز الاوروبي شغاله على التلفزيون البلازما. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه يا عم؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ انت بتستهبل فعلا يا عم، عمال ترجع فيا لورا ترجع فيا لورا، وانت حضرتك ماشي لقدام اسح. هو انا مش قلت لك كل شيء مؤقت؟ قلتلي. خلاص زعلان ليه؟ زعلان عشان حضرتك بهدلتني معاك. طب ايه رايك لو قدمتك لقدام شويه وعملت لك رحله انت والاسره تصيفوا في القمر؟ في القمر ده انا بقى اللي هوريك النجوم في عز الضوء. عمال ترجع، فارجع ارجع ارجع.